حبيباتي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا على خير جينا ان شاء الله بفيديو جديد اللي اليوم غادي نهضروا على الزيت ما وراء الحمام باش حتى الجسم ديالنا كامل ياخذ حقه من النعومه ومن الرطوبه ومن العنايه ديالنا الزيت ديال اليوم انا عندي ديجا وما يمكنش ليا نحضر واحد اخر اذا غادي نشارك معكم الطريقه وانتوما ان شاء الله تصيبوه اليوم الزيت هو زيت جونسون للاطفال انا كناخذ الحجم الكبير نتوما الا بغيتو تاخذوا الحجم الصغير وكناخذ اللون الزهري كل واحد والاختيارات ديالو كناخذوا في هذه الوصفه المسك الابيض وكنحكوه في حكاكة عادية حتى كيولي مبشور من بعد كنزيدوه في في هاد القرعة ديال الزيت من بعد كتاخدو اي عطر عندكم محبوب يعني قريب لقلبكم كتخويو منه في هاد في هاد القرعة وكتحتافظو بها في مكان لمدة اسبوع من بعد كتبداو تستعملوها بالنسبه ليا انا كنضيف على هذا الزيت القليل من العود القماري لانني صراحه كنحب هاد الرائحه ديالو هاد العود البنات راه مسقي من الاحسن يكون مسقي كيكون كي على هذا الشكل كنضيف مثلا حبه بحال هكا على الزيت وك وكذلك كندير الريحه ديال 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 العود باش كتجانس مع داك العود القماري بالنسبه لكم ديروا اي ريحه متوفره عندكم وقريبه لقلبكم او ممكن ديروا جوج قنينات من هذا الزيت كل وحده بنكهه او بريحه مختلفه وان شاء الله من بعد الحمام ديالكم ما يكونش لابو مناشف مفازق ودهنوا لو كله بهذا الزيت ان شاء الله راه غادي تشوفوا الفرق وغتحسوا بان لابو تنعمات وترطبات وكتولي تاخذ واحد الريحه زوينه على حساب الريحه اللي نتوما اختاريتو كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه لانها معتمده عندي انا غير كتسالي هاد القرعه كنعاود نحضر قرعه اخرى كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتردو عليا الخبر شكرا بزاف للدعم ديالكم وشكرا البنات اللي كيجربوا كي الوصفات على الثقه ونتمنى ان شاء الله نلقاكم على خير في فيديو اخر